ولازم تسمع رسالة من العالم الآخر. من العالم الآخر. الفنان الكبير الراحل شكري سرحان له رسالة مهمة جدا للأهلي والزمالك، ربما كان ده موعد مناسب لسماعها. الأهلي والزمالك هم اللي خلوا فيه للكورة سمعة وصيت وصوت، ولولا تنافس الناديين دول اللي من زمان قوي بتهيألي ما كانتش الكورة أصلا كده. ويعني ربنا يوفقهم هما الاثنين ويعملوا كرة كويسة، بس هو ده المطلوب. والتنافس تنافس عظيم، وأرجو بالمناسبة دي أن التنافس لا يبقى فيه شتيمة في الشوارع ولا شتيمة في الملاعب ولا خناق ولا حاجة من دي، يبقى تنافس جميل زي ما احنا كنا. يا ترى ممكن نسمع الرسالة من العالم الآخر دي؟ ممكن الجماهير تعي اللي قاله الفنان شكري سرحان؟ ممكن نعرف ان احنا بنمارس الرياضة اللي نستمتع بيها؟